فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا إن تلك البشارة وردت بعد وعيد الكافرين بالارتياب في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنذرهم الله بقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولما كان ذلك نصيب المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم، كان منطق التقابل أن يأتي بما يبشر المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، وليس بعد الإنذار لمن كفر إلا البشارة لمن آمن. حين يقول الله وبشر، فهو القادر على أن ينفذ ما بشر به، فلم يبشر بشيء تعجزه القدرة أن يكون أو يطرأ عليه عدم وجود الإمكانيات لما يكون. وذلك هو الفارق بين بشارة الحق وبشارة الخلق إن بشروا. فقد يبشرك من أحبك بشيء يسرك، ولكنه ساعة يقع في موقف التنفيذ لا تمكنه قدرته ولا تمكنه إمكانياته أن ينفذ ما بشر به. فحين نستقبل وبشر من الله، فذلك إخبار بشيء سار مؤكد أن يقع، لأن الذي بشر به لا تخرج عن قدرته أي حركة من حركات الحياة والإمكان. والمبلغ للبشارة صادق، لأنه مؤيد بالمعجزة. نتيجة لذلك المبشر والمبلغ للبشارة، أن ما نبشر به أمر يجب أن نطمئن إليه اطمئنان الواثق بحدوثه، وذلك هو الإيمان. ألا ترون أن حذافة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال رسول الله: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يريد رسول الله أن يعلمنا الجواب من حذافة، حتى لا نطلق الكلام على عاهنه بغير رصيد إيماني يعطينا حقيقة اليقين. فحين يقول له: أصبحت بالله مؤمنا حقا، يسأله عن حيثيات هذه الحقية، فيقول: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. ذلك ما كان من أمر الدنيا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. كأنه يراها بمجرد الإخبار من الله، يراها حقيقة واقعة لا مرية فيها، فيجد إخبار الله بها مثل تصديق عينه برؤيتها. وذلك هو مناط الإيمان في الإخبار عن الله. ألم تروا إلى قول الله: ألم ترى
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أرسول الله رأى ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ يقول المفسرون: ألم ترى يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تعلم؟ فكيف عبر الله بدل ألم تعلم بألم ترى؟ لأنه يريد أن يعلمنا أنه حين يعلمنا الله بشيء فكأننا نراه رأي العين.